اطمأن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التي يتم توافرها داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية. وفي تصريحات خاصة لأكسترا نيوز أكد المحافظ أنه يتم تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لأي حالة مرضية تتردد على أي صرح طبي، خاصة في ظل تواجد الأطقم البشرية من الأطباء والتمريض. أنا يعني بحب أبعت رسالة طمأنينة لجميع أهالي أسوان، إحنا الأمور تحت السيطرة والحالات ظهرت في منطقتين محددتين في أسوان، هي أبو الريش ودراو، وكل الأمور الحمد لله الآن تحت السيطرة. وزي ما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار، إحنا عندنا 128 حالة كلهم تحت العلاج وفي حالة مطمئنة تماما. إحنا أخذنا مجموعة من الإجراءات من ساعة ما ابتدى هذا الوضع معنا. الإجراء الأول كان بالتعاون مع وزارة الصحة، فرق الطب الوقائي مرت على كل الأماكن اللي تم إصابتها بهذا المرض، المنطقتين اللي احنا اتكلمنا عليهم، ودخلوا البيوت وقعدوا مع الناس. ويعني لو ضربنا على سبيل المثال، في عندنا بنتكلم لو أسرة مكونة من 7-8 أفراد، في فرد واحد مصاب أو فردين على أقصى تقدير، فالموضوع مش وبائي، هو مجرد تناول لبعض الأطعمة أو بعض المشروبات الغير صحية، وده اللي أظهرته نتائج التحاليل بصفة عامة. اشتغلنا على الجزء الخاص بمحطات المياه، وده بالتعاون مع الفرق الفنية اللي جاية من الشرق القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. تم مراجعة جميع محطات المياه، بلغ عددها حوالي 103 محطة على مستوى المحافظة بالكامل، سواء من نسب الكلور، سواء من نظافة المرشحات، نظافة الخزانات، وتأكدنا تماما ولله الحمد من صلاحية المياه للاستخدام. المحور اللي بعد كده كان محور الأغذية، ومن خلال حملات مكثفة تم مراجعة الأغذية وبالذات حلوى المولد وخلافه، وتم إعدام يمكن في حدود طن تقريبا من هذه الأغذية. وأنا بطمن الناس بالكامل، الحمد لله رب العالمين، الأمور مسيطر عليها تماما، وفي دعم كامل من الوزارات المعنية في هذا الإطار. ويعني الحقيقة اللي بيدار في وسائل التواصل الاجتماعي ليس له أي أساس من الصحة. أسوان آمنة تماما.